فرنسا بلغتها وحضارتها وخصوصية أطباقها حاضرة في قلب رام الله. إيمانويل ريون الخبير الفرنسي في الطهي يصنع ألذ الأطباق بالتعاون مع طلبة أكاديمية سيزر للضيافة وفنون الطهي. لفلسطين سي لا بروميير فوا شو تري سوربريز ديجا دو. زرت العديد من بلدان العالم لمعرفة ثقافاتها وفنونها في الطعام. هذه أول زيارة لي إلى فلسطين، ومن المهم أن أكون هنا لأعطي الطلبة أفكارا جديدة وأستفيد من خبراتهم. 10 جرام فانيلا سائل. في داخل الأكاديمية بفندق السيزر اجتمعت الخبرات الفلسطينية بالفرنسية، تبادل الطهاة التاريخ والحضارة والثقافة لينجح المطبخ في بناء جسور التقارب بين الشعوب. فكانت الكلمة الفصل لدبلوماسية الطعام. كتير إشي مهم إنه الوطن عندنا بفلسطين، الشباب الموجودين يتعرفوا على الخبرات اللي بتجي من فرنسا أو من أي دولة من العالم، ولكن بخص نص فرنسا هي عاصمة الأكل في العالم. التكنيكس اللي بيشتغلوا فيهم، الطرق اللي بيشتغلوا فيها كتير مهمة لإلنا. طبعا هم بتطور دائم، وإحنا كمان لازم نستفيد من هذه الخبرات ونضيف لمطبخنا الفلسطيني الطرق الطبيخ الجديدة. نحن كفلسطينيين فعلا عندنا نقص حاد في هاي المهارات، سواء في الضيافة أو في فنون الطهي أو في كل ما يخص صناعة السياحة. طرق التعاون ما بيننا وما بين الدول الأخرى، سواء الفرنسيين أو الإيطاليين أو الأتراك أو إلى آخره، سنعمل على جلب هاي الكفاءات وتعليمها في السوق الفلسطيني كي نعطي طلابنا يعني قدرات عالية لتضاهي القدرات العالمية. التبادل الثقافي الفرنسي الفلسطيني جاء ضمن أسبوع الطهي الفرنسي في فلسطين الذي افتتح بمدينة رام الله، وسط حضور لافت من الطهاة الفرنسيين والفلسطينيين، حيث سيتنقل الطهاة في عدد من المدن الفلسطينية لإعداد قوائم طعام مشتركة ليتمكن الجمهور من تذوق الأطباق الفرنسية. المطبخ الفرنسي جزء من ثقافتنا، إنه ليس مجرد الجلوس لتناول الطعام، إنه بهدف المشاركة. فرنسا لديها مطبخ مشهور عالميا، لذلك إنها فرصة جيدة للقدوم إلى فلسطين ونتشارك مع أصدقائنا الفلسطينيين الثقافة والطهوة. يذكر أن أسبوع الطهي الفرنسي يقام في فلسطين للعام الثاني على التوالي. من مدينة رام الله نزار حبش، تلفزيون وطن.